هذا القفص أيضا الحكمة العربية الأردنية غالية سميث بقالي، أحد الحكمات العربيات والمتواجدات في بطولة الـIMMAF. تدخل الآن اللاعبة أنا سفيفا في انتظار دخول لاعبة مملكة البحرين. فابيولا سيلفا من البحرين، طبعا هنا تضع أحد الحكام يضع الفازلين، والسؤال يطرح نفسه لماذا الفازلين؟ طبعا الفازلين يضع على الأماكن اللي فيها عظم، على الخدود أو فوق الأعين، حتى إذا كان هناك لكمة لا يكون قطع سريع وجرح عميق، يقلل الفازلين من نسبة أو قوة الجروح. يبدأ النزال الجولة الأولى، ثلاث دقائق. اللاعبة البحرينية فابيولا باللون الأحمر، واللاعبة أنا باللون الأزرق. هدوء، تختلف بطولات الهواة عن الاحتراف بالقوانين، بأيضا توقيت الجولة. الجولة فقط ثلاث دقائق، ونناشد ونشد على أيدي بطولات الهواة التي تكون هي الأساس الذي يستطيع من بعد اللاعب الدخول في عالم أو اللاعبة في عالم الاحتراف، تكون تمهيد. وركلة قوية من اللاعبة البحرينية فابيولا، تحاول الآن الكلينش على السياج، تحاول أخذ أو إسقاط اللاعبة أنا. دفاع جيدا من أنا، والركب الآن من فابيولا من مملكة البحرين، تحاول أنا الهروب. تحاول ولكن وضعية رأس اللاعبة البحرينية فسيلفا رائعة، يجب على اللاعبة البحرينية الآن إسقاط بالترب. تحاول الترب قصدي من هذه هنا من ناحية اليد اليمنى للاعبة البحرينية سيلفيا، تهرب اللاعبة سفيفا، ضربات من الركب على الجسد. طبعا هناك نلاحظ لبس الواقي القدم أيضا لفئة الهواة، وطبعا هذا وكله للحفاظ على سلامة اللاعبين. تحاول البحرينية الآن السنجل ليج بالساق الواحدة، يجب عليها أن ترفعها، أخذت الظهر، ولكن دفاعات جيدة بكل صراحة من اللاعبة سفيفا. طبعا ممنوع أيضا الإمساك بالسياج، ونوعة القفاز في بطولات الهواة يكون أكثر سماكة من بطولات الاحتراف، أيضا لسلامة اللاعبين ولعدم يعني جعل اللاعب أو اللاعبة في رهبة من قوة اللكمات. آخر 30 ثانية، تحاول الإسقاط، ودفاعات جيدة أيضا تنجح في الثواني الأخيرة اللاعبة البحرينية، ولكن تقوم اللاعبة أنا سفيفا مرة أخرى سريعا، أخذت الظهر. اللاعبة سيلفا البحرينية 10 ثواني، طبعا شفنا جرس العشر ثواني أيضا متواجد في عالم الهواة وعالم الاحتراف. تنتهي الجولة الأولى، الآن هناك ثلاث قضاة هم من يكتبون النتائج. القضاة عندنا من ألمانيا ومن أيرلند ومن الأردن.
وأيضا من جمهورية التشيك. هذه بعض الإعادات، المحاولات كانت أكثر لسيلفيا البحرينية. هذه بداية الجولة وتجبرها على الذهاب إلى السياج. تبدأ الجولة الثانية. تبدأ الجولة الثانية سريعا. ما زالت سيلفيا البحرينية هي الأكثر شراسة في الهجوم والأكثر فعالية كما كانت في الجولة الأولى. تحاول اللاعبة سيلفيا الآن على الواقف، القتال كان في الجولة الأولى والثانية، الالتحام. حلوة ضربة بالركبة من سيلفيا. طبعا مدة الجولة 3 دقائق أيضا لسلامة والتقليل على وتعويد اللاعبين أو اللاعبات على الدخول في عالم الاحتراف الذي مدته 5 دقائق. اللاعبة سافيفا تحاول، هي المسيطرة على منتصف السياج، ولكن ما في هناك فعالية هجومية للاعبة سافيفا. إسقاط للأول للاعبة سافيفا. اللاعبة البحرينية سيلفا كما فعلت بالجولة الأولى تأخذ ظهر اللاعبة آنا. يجب عليها لكن الآن أن تكون هناك أكثر فعالية من لاعبة مملكة البحرين. الإسقاط طبعا على اللاعبة آنا إذا أرادت الهروب من هذه الوضعية. وضع يدين على يد واحدة. شوف الحكم هناك ما في فعالية يجبر اللاعبتين على فك الاشتباك والعودة إلى منتصف القفص مرة أخرى. تحاول اللاعبة سيلفا ركل حلوة، تسلسلات جميلة من سيلفا، جاب كروس وركلة حلوة يمينية رائعة كانت. شوف دائما التسلسل في اللكمات ما عادة يجبر الخصم على التغطية أو الدفاع بعكس اللكمة الواحدة. وحلوة اليسارية، بدأت بتمويه باليمين ولكن اليسارية هي التي كانت يعني في وجه اللاعبة آنا. 15 ثانية 10 ثواني الآن، هذا جرس العشر ثواني. هذا طبعا الجرس للحكم وللمدربين أو الحكم أكثر. إسقاط ناجح، تنتهي الجولة بإسقاط جميل من لاعبة مملكة البحرين. And over in Games 3, fighting out of the blue corner, representing Pakistan, Iman Khan. And her opponent in the red corner, representing Brazil, Juliane Bahia. الآن الجولة الثالثة والأخيرة أظن لا يعني سبيل للاعبة آنا سافيفا إلا الفوز بالضربة القاضية أو الفنية القاضية أو الاستسلام.
تبدأ الجولة الثالثة بين اللاعبة التي تمثل الاتحاد العالمي أنا سفيفا. طبعا هناك أكيد هي من أصول روسية ولكن لا نستطيع أن نقول ذلك. هنا تمثل علم الاتحاد العالمي. أخذ الظهر مرة أخرى من اللاعبة لاعبة مملكة البحرين فابيولا سيلفا. وسيلفا اسم مرموق في عالم الفنون القتالية المختلطة يعني. أندرسون سيلفا أيضا السياج الآن. والآن ينضم إلي زميلي الدكتور رياض الطائي. مرحبا أبو كرم صباح الخير. مرحبا عمار. اللاعب باقيين. شوف المشكلة بالدقائق الثلاثة بالهواة ما تعطيك وقت تسترجع يعني تعرف تحاول تعود ولكن أيضا هي لتعويد اللاعبين أو اللاعبات أكثر على الانضمام في ليلة خمس دقائق. ممكن خمس دقائق فجأة إلى اللاعبة أو اللاعبة رياض يكون عبء. فيعني منظمة الايماف قللت الوقت. هناك أيضا لبس الواقي على الساق وأيضا نوعية القفاز. وفي أشياء كثيرة ممنوعة. ممنوع الضرب بالكوع على الوجه. ممنوع الضرب أيضا بالركب على الوجه. أيضا لعدم يعني تخويف اللاعبين من 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 رياضة الفنون القتالية المختلطة. وهذا ما مثلك يصير أي جرح أو إصابة وعندك أنت نزال ثاني. شوف الطريقة المقاتلة البحرينية قاعد تحاول تسحبها بعيدة عن السياج. المقاتلة الروسية قاعد تدافع حاطة اثنين إيديها على الأرض بدون يعني بدون سبب لأن ما موجود أي ضرب على الوجه بالركبة. هي تحاول ولكن صراحة سيطرت اللاعبة فابيولا سيلفا في الجولة الأولى والثانية وهي الآن أيضا مسيطرة بالجولة الثالثة بقوة على اللاعبة التي تلعب تحت مظلة الاتحاد الدولي أنا سفيفا. يعني سيلفا takes the gold بالنزال يعني يعني سيلفا ما يعجب السيلفا. لا سيلفا ما في سيلفر. يبقى شوف ضغط على السياج. احنا نعرف المقاتل او المقاتل المفروض يكون وجههم على السياج لكي يضغطوا على المقاتل او المقاتل الاخرى وينزلوهم على الارض. في باقي لنا حوالي 25 ثانيه عمار. خلاص اظن طائره الطيور بارزاقها الى مملكه البحرين تهدي فابيولا سيلفا الفوز هنا في اول نزالاتها اليوم الثاني في بطوله العالم الايما في دوله الامارات العربيه المتحده عاصمه الفنون القتاليه الجديده. بكل صراحه تنتهي الجوله وتنتهي المباراه الان في انتظار النتائج من الحكام الى الاعلان الرسمي عن فوز اللاعبه فابيولا سيلفا. اظن راح تكون باجماع الحكام. In the red corner, represented by Silva. الفوز تهدي فابيولا سيلفا إلى مملكة البحرين وصورة تذكارية مع مدربها ومدربتها. هذه بعض الإعادات اللي كانت في الجولات الثلاث. الإسقاط ولكن قامت سريعة صراحة. أن هذا مدرب أن أكيد الحزن بعد خسارة النزال أمام مملكة البحرين. المباراة القادمة بين اللاعبة الفنلندية بين فنلندا آسف ومكسيكو نورا أوتشوا واللاعبة فنلندية